اي زيوت، انا مش هتكلم على زيت معين بعينه، دي شنطه نقول هنقول شنطه علاج ممكن تكلف لها في حوالي 500 جنيه. نفس الطريقه كده هتاخد الكبسولات وتحط الفيتامين فيها بنفس الطريقه كده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بص يا ست الكل، انت بتتفرجي عليا عندك مشكله التقصف، عندك مشكله الهيشان، شايفه الهير بيبي اللي موجود والحاجات اللي قدام دي. كلكم واغلبيه الناس، وبما اني اروى قدامي زي العسل، باباها ومامتها وناس كتير قيس على ده كله، ان هو رك ما بيحصل الحاجه دي بيجري على طول على الدكاتره وعلى الماسكات وعلى وعلى وعلى. بص يا ست الكل وبص يا سيدي الناس، حضرتك انت تقدر تعمل حاجه كويسه لشعر بنتك ومش هتبخل عليها، وانت يا ام اروى وانت يا ابو اروى اللي بتتفرجوا عليا، انتوا بتصرفوا كتير ومش باخلين على بنتكم، ومش انتوا بس، اي ام في الدنيا عايزه بنتها. انا صوتي مفحوح بس عشان المغرب، الف مليون مبروك عشان الناس اللي من المغرب الموجوده، الف مليون مبروك. بتصرفوا كتير عشان تخلوا شعر بنتكم حلو. من سن سنه، من سن يوم لثمان سنين مرحله نمو الشعر، يعني كلنا نقدر نصرف، بس النقطه الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها الغذاء. الغذاء يا جماعه اهم حاجه، نركز على الغذاء، اهم حاجه نركز على الخضار، اهم حاجه نركز على الجرجير، الحاجات دي. طبق السلطه اساسي. طول ما انت بتحبي حاجه بنتك بتحبها، ابنك بيحبها. لو انت بتحبي الجرجير ابنك هيطلع بيحب الجرجير. هي مش فاهمه بس انت كبيره وواعيه، يعني ركزي على الاكل حتى لو هتاكليه غصب عنك قدام بنتك وقدام ولادك عشان ياكلوه. الحاجات دي نقص الفيتامينات، نقص حاجات حديد كالسيوم، الحاجات دي كلها موجوده في الخضار. طيب احنا وصلنا للمشكله وعايزين حل. اي زيوت، انا مش هتكلم على زيت معين بعينه، دي شنطه نقول هنقول شنطه علاج ممكن تكلف لها في حوالي 500 جنيه. الراجل مش باخل على بنته، بس طريقه الاستخدام الحاجات دي يا جماعه، طريقه الاستخدام بتاعها الصح. الزيت، الزيت بيدمر الشعر، الزيت اوسخ حاجه موجوده على الارض للشعر لو احنا استخدمناها خطا. طريقه استخدام الزيوت الخطا يا جماعه هي اللي ممكن تؤدي لكده. ده اول بند. البند الثاني يا ست الكل، البند الثاني، حضرتك بتيجي قرب كده، تيجي وشعر بنتك مبلول، تيجي شده بالمشط، يحصل عمليه تقطع، الشعر بتقطع ليه؟ انت حضرتك بتغسلي بشامبو كتير. بقول ما تغسلش بشامبو، اغسلي بحمام كريم كل 5 6 مرات على الاقل، اغسلي مره واحده بالشامبو. في فرشه تشابك زي دي موجوده في الاسواق، سلكي بيها الشعر الاول. اول حاجه بنتك مش هتتعذب وهيطلع ويا ماما ولا، وهتجري منك في الصاله واوضه النوم علشان ما تسرحيش شعرها. لا، هو مبلول، فرشه تشابك زي دي سرحي بيها، وبعد كده مشط خشب يا عم، يا ست هاتي مشط بلاستيك، اي حاجة، بس اهم حاجة وسع الطريق، حطي سلكان الاول بالفرشة دي وبعد كده استخدمي دي. طيب جينا في النقطة التانية اللي احنا عايزين نعمل طريقة استخدام زيت صحيحة. شايفين ده والتقصف والهيشان والشعر مش بيطول وحاجات كتير، علاجها في فيتامينات تقوية حاجات. انا مش هنقدر نقول للبنات الصغيرة خدي برشام، لا احنا ممكن، او اي علاج داخلي، لا ممكن نعوضها زي ما قلنا الداخلي بالاكل. طيب قرب كده معايا، هات هنا. بص يا جماعه، حاجات بفلوس بامانه، هو مش باخل عليها، وده مش اعلان لحاجه يا جماعه. انا هو قال لي انا عايز اعمل او افهم مامتها وافهم الناس مشكورا، يعني ازاي اعمل جلسه صحيحه لشعر بنتي. اي زيوت انت بتحبيها، انا مش بعمل حاجه بعينها، اي زيت انت بتحبيه. بصوا يا جماعه، فيتامين ه، وهتجيبي الزيت اي زيت انت عايزاه عشان بس ما نجيش نتكلم في كتير. هتجيبي فيتامين ه اهو، واي زيت، زيت زيتون، زيت ترطيب جوز الهند، اي زيوت، زيت برهان، زيت غيره، انا مش بتكلم على حاجه بعينها، بس انا عايز الافاده وعايز اوريكم دلوقتي ازاي احنا نعمل جلسه صحيحه نستفاد منها الشعر. لازم تستغل ما ينفعش الزيت يتحط يوميا، لازم جلسات اسبوعيه على الاقل مرتين في الاسبوع بالطريقه اللي انا هوريها لكم. بص يا ست الكل، نفس الطريقه كده
هتاخدي الكبسولات وهتحطي الفيتامين فيها بنفس الطريقة كده باشا. اهو اهو هتفتحيها في البيت ايه زي بنفس الطريقة، حط الفيتامين اهو. ما تنسوش بس يا جماعة، الله يبارك لكم، الصلاة على حضرة النبي، ودعوة لابويا وامي الله يرحمهم. بالله عليكم عايزين ناخد حسنات على قد ما نقدر. الصلاة على حضرة النبي. هات الفيتامين وفضيه على الشعر بنفس الطريقة، على الزيت بنفس الطريقة كده، وبعد كده هتعملي عملية دمج. لا إله إلا الله. الفيتامينات دي يا جماعه مضاده للاكسده، وهي اللهم صل على حضرتك كريم، يعني بتساعد لو في انيميا في الجسم او في اي حاجه، حاجه كويسه جدا يعني. ممكن نستخدمها طالما اطفال، نستخدمها خارجي بنفس الطريقه كده. انا من طبيعتي وناس كتير متابعاني عارفين ان انا ما ينفعش اقول لحد خد علاج بالفم، مستحاله هعمل كده عشان مش انا اهله. انا بس مش عايز غير اللي انا اوريكم طريقه استخدام ازاي الصحيح في حاجات كتير. احنا كتير بنصرف على حاجتنا وكتير بنعمل حاجات كتير، بس للاسف ممكن نستخدمها خطا. بعد كده هتقفلي الايه الازازه، وعليكي بقى بالدمج، دمج المكونات مع بعض. تنسيش يا بنت الصلاه على حد، يا بنت اعملي اللايك الله يبارك لك. قول لهم اعملوا لايك، اروى قول لهم اعملوا لايك، قول لهم هنا اهو. الف مبروك، مليون مبروك للمغرب يا جماعه. قولي مبروك للمغرب. طيب يا جماعه، جينا لنقطه التطبيق، الزيوت على الشعر تبقى عامله ازاي. زي ما انا قلت في جميع فيديوهاتي يا جماعه، ان الشعر ده بياكل وبيشرب وبيتنفس، الشعر ده حياه. انا علشان اغذيه صح لازم اعتبريه حته ارض، لازم توصلي ميه وبعد كده تحطي البذره، ان شاء الله ربك هيكرمك من وراها وهتاكلي من وراها عيش. خلينا في الشعر، عشان اعمل وصفه كويسه اعتبري اساسي لازم يكون درجه النظافه فيه 100%، ده اول حاجه. تاني حاجه، بعد ما تغسلي شعر بنتك او تغسلي شعرك اكيد هيبقى مندي، في يعني هتنشفيه شويه وهيبقى فيه مندي، تمام. هتعملي ايه بقى؟ هتجيبي الزيت وهتحطيه. اقول لك انت بتعملي ايه كل يوم الصبح، بتيجي بنفس الطريقه كده مع بنتك رايحه الحضانه، شعر بنتك عامل زي رون وواقف بنفس الطريقه كده، هتيجي عامله كده وتيجي عامله كده بس. الله، شعر بنتي بقى حلو ما شاء الله شعرك. اجري يا بنت البسي الشنطه توكا واجري. فانت بتسيبي على الشعر اليوم كله الزيت، الزيت بيعمل نشفان للشعر. طيب عكس ترطيب ايه؟ جاف ناشف. الزيت ده بيبقى حامي على الشعرايه، يعمل عملية نشفان، فبالتالي الشعرية بتنشف، ما يبقاش فيها رطوبة، فبالتالي بتبدأ عملية تقصف، فبالتالي بتبدأ عملية هيشان. هي 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 قصة دايرة احنا المفروض نفهمها. طيب زي ما انا قلت لك هتعملي كده، هتاخدي الزيت على شعر بنتك بقى وهتبدأي تعملي عملية ايه، قرب كده على الشعر وصليها للشعر كله اهو نفس الطريقة كده اهو. اهو
املي ما تخافيش املي، احنا دلوقتي مش هنسيب الشعر على الايه، مش هنسيب الزيت على الشعر، لا هوريك ازاي. اهو حطيت الزيت، الزيت كبيره قوي يعني، لو انت حبيت تسيبيه ساعتين ما تسيبوش اليوم كله. وما يعني الوصفات دي الزيوت دي يا جماعه تتعمل جلسات مرتين بس في الاسبوع. اهو وصلنا للفروه، وصلنا للراس، اهو اهو. ايوه وهقول لك حاجه، واقول لك حاجه، الزيت هيقعد معاكي فتره اطول. انت بتجيبي ازازه الزيت، ازازه الزيت دي بكام؟ ممكن تجيبي ازازه دي توصل ل 200 جنيه تمام، تقعد معاكي اسبوع لو انت استمريتي بنفس الطريقه اللي انت تحطي كل يوم على شعرك. فانت كده بتدمري فلوسك وبتدمري شعرك وشعر بنتك. سيبي على الجلسه اهو، سبته سيبيه ساعه. ساعه هتعملي ايه في الساعه؟ هتعملي عمليه كحكه توكه او اي حاجه هتربطيها بكم، هتلف الشعر. بعد كده هتجيبي كيسه، كيسه اهو يا ام اروى اسمعي الكلام ده واعملي اللي بقول لك عليه، ان شاء الله هتجيب نتيجه معاك. اهو انت جايبه حاجات حلوه اهو، كيسه كيسه، وهتسيبي الشعر هتسيبي الكيسه على الشعر لمده ايه يا اروى؟ اسمعي الكلام ده يا اروى ماشي، ما تعذبيش ماما في البيت. هتسيبي الشعر ده الكيسه على الشعر لمده قد ايه؟ لمده نص ساعه. نص ساعه سيبيها تلعب، اديها تليفون وخليها تلعب. الشعر هيبدا يعمل عمليه تسخين، الفروه بتبدا تسخن، فبالتالي بتبدا المسامات تتفتح، فبالتالي بنبدا نوصل الفيتامين ونوصل الزيوت للشعرايه، نقدر نستفاد منها كويس. بعد ما عدت، بعد ما عدت الساعه هتعملي ايه؟ نص ساعه هتعملي ايه؟ بما ان انا عندي امكانيات، فوطه سخنه، فوطه سخنه موجوده، او هتجيبي حله وهتسخنيها وتحطي فيها البتاعة، تبقى الفوطة السخنة بنفس الطريقة كده مطلعة بخار. ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش اهو، هي سخنة كده قوي، سخنة قوي ولا لا؟ سخنة. طيب تبرديها شوية، ما توصلهاش المرحلة ديت اهو. طيب ثانية واحدة برد عليك، لا هي كده بريد، كده بردت يا رب. بنفس الطريقة كده بقى بسمعتك انت بقى، هتسيبيها على الشعر وهي سخنة، الشعر يبدأ يمتص السخونية واحدة واحدة. يبقى انا كده فتحت المسامات بجميع المقاييس، اديت الغذاء الكويس. انا بعد كده ابدأ اعمل ايه؟ اجني، اجني ارباح من ورا اللي انا عملته، اللي انا الشعر يبدأ يتزبط معايا. طيب بعد ما تغسليه، بعد ما نخلص الجلسة، خلصنا الجلسة بتاعتنا وبقينا ساعة، اغسلي شعرك بحمام كريم. انا بقول اوسخ يعني، مش عارف، انا اسف اللفظ، اقل حمام كريم، ارضى حمام كريم موجود في السوق احسن من انضف اي شامبو. بس انت لما انا مش عايز اغسل الشعر دلوقتي، عايز اخده واقطعه واوريكوا ازاي ان هو اوريكوا بيان جزئي وجزئي، اللي انا اغسل مره بالشامبو ومره بالحمام الكريم، وهوريكي دلوقتي ده بينضف وده بينضف، بس ما بين الزيت ما بينضفش من حمام الكريم في الفروه نهائي، مش من اول مره، مره واثنين وثلاثه واربعه وتغسليه. طيب بعد اربع خمس ست مرات غسيل، اغسلي مره بشامبو، شامبو بقى يكون خالي من الصوديوم، خالي من السيليكون، خالي من حاجات كتير، واغسلي بيه. انا مش بتكلم على شامبو معين، انت بتحبي شامبو لشعرك او زيت لشعرك استخدميه. انا تعبت معلش اعذروني، ربنا يوسع رزقكم ورزق الناس جميعا. بس يا جماعه اغسلوا شعركم بعد كده بحمام كريم كل خمس ست مرات، اغسلي مره بالشامبو، اعملي الجلسات مرتين في الاسبوع، الشعر بدا، بصي الفوطه هي بدات تبقى واحده واحده. احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب تكون المعلومه وصلت ليكم ازاي تستخدمي الزيت صح من غير ما تدمري شعرك ولا شعر بنتك بالطريقه كده. بعد ساعه اغسليه بحمام كريم، وهتعملي مثلا جلستين ثلاثة، جلستين ثلاثة، اعملي بره الغسلة اللي بعدها اغسلي بشامبو، وصلي لي الفروة. يا رب تكون المعلومة وصلت لكم، وأقول ما تنسوناش بس من الدعوة لأبويا وأمي الله يرحمهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.